علشان نعرف تفاصيل اكتر عن اجواء المباراه النهارده هنخوض جوله مع شبكه مراسلينا النهارده في قناه الاهلي. وكالعاده التغطيه من هنا بتكون مميزه جدا ومراسلينا في كل مكان وفي كل حته. هينضم لينا دلوقتي كريم احمد مراسلنا العزيز ومراسل قناه الاهلي من فندق اقامه النادي الاهلي، ومحمد توفيق مراسل قناه الاهلي من اهلي الجزيره، ومريم سميح مراسل قناه الاهلي من اهلي مدينه نصر، وهناء ابو القاسم مراسل قناه الاهلي من اهلي الشيخ زايد. في البدايه برحب بكريم احمد من فندق الاقامه، ايه الاخبار عندك يا كريم؟ مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل جمهور ومشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. الجوله 27 من بطوله الدوري العام للاتحاد السكندري والنادي الاهلي هنا في الاسكندريه على استاد برج العرب في تمام الساعه 8:30 ان شاء الله باذن الله. النهارده يكون يوم تتويج ويوم سعاده ويوم نصر على فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. النهارده الجديه والحماس والاصرار وشخصيه النادي الاهلي اللي بناكد عليها كل مره باذن الله النهارده تكون متواجده مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. الامور يمكن الحمد لله كابتن ايمن مشي بشكل رائع جدا ومميز بالنسبه لفريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه. كالعاده طبعا فطار صباحي، وجبه غداء 2 ظهر، محاضره فنيه اخيره في فندق الاقامه اللي اكد عليها بشكل كبير جدا مستر ريني فالر. النهارده ان شاء الله باذن الله يكون يوم الحسم، عارفين النهارده طبعا النادي الاهلي عايز نقطتين فقط عشان يتوج باللقب 42 والخامس على التوالي في مسيره النادي الاهلي في حصد بطولات الدوري العام، لكن النهارده ان شاء الله باذن الله عايزين اداء مع النتيجه، ده اللي بيتمناه كل جمهور النادي الاهلي. اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا، كل اللعيبه النهارده اجتمعت يعني في فترات متفرقه كده على مدار اليوم، اكدت على اهميه المباراه. لابد ان احنا النهارده يكون بدايتنا في المباراه موفقه، ننهي المباراه سريعا. نادي الاتحاد السكندري يملك عناصر مميزه جدا، ايضا كمان يملك مدير فني على كان اكثر من رائع كابتن طلعت يوسف. يعني اقدر اقول لك المباراه فنيا هتكون صعبه جدا على الفريقين، لكن ثقتنا كبيره جدا في كل لعيبه النادي الاهلي. مستر ريني فايلر باذن الله النهارده يكون موفق في اختيار التشكيل، تعليماته ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تنفذها بشكل كبير جدا في هذه المباراه. والنهارده باذن الله املنا كبير جدا يكون يوم فرحه يوم سعاده، ده اللي بينتظره كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كل الامور وكل الظروف تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. النهارده كمان طاقم التحكيم باذن الله يكون موافق في اداره المباراه، على راسهم طبعا الكابتن ابراهيم نور الدين، تحسين ابو السادات، شهاب راشد، ومحمد العدوي، ومحمد سلامه، ومبروك نبيل حكام الفار طبعا. ان شاء الله يا كابتن ايمن باذن الله باذن الله كل الامور تكون موفقه، ومبارك لبعض. ودعواتك بقى كابتن ايمن ودعوات كل نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي النهارده ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يستطيع ان يحصل على اللقب رقم 42 في مسيره النادي الاهلي. عوده لك يا كابتن ايمن. يا رب التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. من كريم احمد هنروح لزميلي محمد توفيق، واكيد اجواء فرحه الكل في نادي الاهلي بالجزيره منتظرين التتويج باللقب. محمد توفيق قول لي الاجواء عندك اخبارها ايه؟ مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، معاك من هنا من النادي الاهلي بالجزيره انتظارا لبدء مباراه الاهلي والاتحاد، واللي بننتظر كلنا ان شاء الله تحقيق النادي الاهلي للفوز وتحقيق الثلاث نقاط والوصول للنقطه 74 والحصول على لقب الدوري الثاني والاربعين. يمكن اجواء هنا اكثر من رائعه، مع كل دقيقه بنقرب لموعد انطلاق المباراه الاعضاء بتزيد، اقبال غير عادي من اعضاء النادي الاهلي هنا في فرع الجزيره اللي بينتظروا ان شاء الله فوز النادي الاهلي والتتويج باللقب والاحتفال هنا من داخل المقر النادي الاهلي بالجزيره، او زي ما نقول المقر دائم لبطوله الدوري العام. يمكن الاعضاء هنا حريصين، لو حضرتك شايف الشاشه من ورايا، يتابعوا الاستوديو التحليلي الخاص بقناه النادي الاهلي، ويمكن بوجه الشكر لحضرتك واعضاء الاستوديو التحليلي، وان شاء الله نفرح كلنا سواء هنا من النادي الاهلي بالجزيره او معاك في الاستوديو كابتن ايمن بعد انتهاء المباراه. يمكن الاداره التنفيذيه النهارده كمان كان لها دور كبير في النادي الاهلي هنا فرع الجزيره، اجراءات احترازيه بدءا من دخول الابواب، اجراءات التعقيم، قياس درجه الحراره، الالتزام باجراءات الاحترازيه في ظل جائحه كورونا، وان شاء الله يكون يعني في ظل كل الاجواء دي يكون في فرحه كبيره ان شاء الله نفرحها كلنا من هنا من المقر الرئيسي اللي زي ما بنقول هو المقر الدائم لبطوله الدوري العام. دي الاجواء هنا كابتن ايمن. باذن الله التوفيق والنصر للنادي الاهلي، ونفرح في كل حته ان شاء الله، وجمهور النادي الاهلي يفرح من كل حته. من توفيق هنروح لمريم سميح من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، وتقول لنا الاستعدادات هناك ازاي وايه الاخبار وايه اخبار الاعضاء هناك. بجدد التحيه طبعا على كل مشاهدينا مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وبرحب طبعا بحضرتك كابتن ايمن. طبعا يعني الاجواء مفرحه ولكن معاها حاله
من الترقب الشديد، لان هي طبعا هنا كل الاعضاء اطلقوا على المباراه مباراه الحسم او مباراه التتويج ان شاء الله بدوري. طبعا القلعه الحمراء يتم تتويجها ببطوله الدوري ال 42. يمكن احنا هنا طبعا بحدثك طبعا يا كابتن ايمن من امام الشاشه الرئيسيه او الشاشه العملاقه الموجوده بالمنطقه الاستثماريه بجوار حديقه الطفل. طبعا اجواء كلها حماس، وطبعا ساعه مع ساعه مع اقتراب المباراه طبعا اللي هتبدا في 8:30 يمكن في اقبال شديد من الاعضاء، ولكن طبعا مع يعني التزام تام من الاعضاء اللي ساعدوا القائمين على النادي او على الفرع الاهلي بمدينه نصر بشكل كبير في ان يكون في تباعد بين المقاعد، وكمان يكون في ارتداء للكمامه طبعا لمواجهه فيروس كورونا. كمان في حاله شديده من التفاؤل، يمكن في كمان يعني حاله من الترقب برضو. عايزين نقول ان في حاله من الحماس شديده جدا ما بين الاعضاء، في احاديث جانبيه، كل الناس عماله تتجمع هنا امام الشاشه. وطبعا احنا هنكون معاكم على مدار اليوم، لان طبعا الاعضاء معتمدين اعتماد تام على فريق النادي الاهلي ان هو يعني يكون او يفوز باللقب ال 42 علشان نحتفل معاهم هنا من فرعهم طبعا بمدينه نصر. عوده الى استوديو مره اخرى، بشكرك جدا يا كابتن ايمن.